في نادي مباريات الأهلي. الأهلي في المرحلة الحاسمة دي من وجهة نظرك ليه وحلها إيه؟ هو كابتن طريقة اللعب اللي لعبوا بيها الشوط الأول للأهلي والمقاولين العرب ما توصلش للجون وما فيش حد وصل للجون غير من الكرات الثابتة زي ما قلنا يعني. لكن الأعلى بدنيا هو اللي بينجح دايما في الشوط الثاني بدنيا طبعا طبعا النادي الاهلي او نادي الزمالك بدنيا يعتبروا عاليين جدا عن اي فرقه من الفرق يعني ماتش الرجال قدامك يا كابتن حسن اتفكت القصه في الدقيقه 73 بالظبط كده النهارده في الدقيقه 86 وهكذا يمكن اختلف ماتش المقاولين طبعا فرقه المقاولين غير فرقه الرجال لكن النهارده المقاولين خسر نفسه وخاصة الشوط الثاني والمقاولين أظهر عدم قدرته في الشوط الثاني على مجاراة النادي الأهلي لأن النادي الأهلي استحوذ على الشوط الثاني من أوله لغاية ما خلصت المباراة بالسبع دقائق كمان الوقت بدل الضايع فالنهاردة البدنية للنادي الأهلي مع اللي احنا كنا بنتكلم عليه الشوط الاول يا كابتن يعني احنا الشوط الثاني شفنا ايه شفنا هجوم من ناحيه اليمين وهجوم من ناحيه الشمال بعد ما موسى ايدان طلع بقى شديد قناوي بيروح على طول وبيعمل كروسات باط ربيعه بقى يتبادل مع احمد فتحي من ناحيه اليمين والجون جه وربيعه جاي من ناحيه اليمين من العمق كان دايما عبد الله سعيد بيصوب يعني طرق التهديف كلها الشوط الثاني عاوز اقول انها اكتملت اكتملت بتغييرات اللي عملها كابتن محمد مع يوسف الهبوط البدني طبعا الهبوط البدني ده من اول الشوط الثاني طريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها بتخليهم لازم يتعبوا بدنيا لان هم بيدافعوا بس التغييرات اللي عملها كابتن محمد يوسف طبعا لازم تتحط في 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 حقه وفي سجله انه عمل تغيير يعتبر كان لازم واحنا كنا بنطالب ان على الاقل لازم يبقى فيه مهاجم ثاني لان هو اللي كان بيلعب وهو طلع مانجا لان انا في الاول قلت لحضرتك ايه مانجا بيلعب قدام الاثنين سعد سمير ومحمد نجيب ففضل فهو ملوش لازمه دلوقتي لان النادي الاهلي مستحوذ فمش محتاج يحط واحد مش محتاج يحط واحد يساند الدفاع فهي يروح مطلع مانجا ومنزل لا ومفيش منزل فضل بس لوحده قدام بالظبط وينزل مهاجم تاني بجانب ان هو طلع موسى ايدان لان موسى ايدان كان بيروح ناحيه الشمال بيعطل الكره ما بيخليش شديد قناوي يمكن انا قلت حضرتك في الشوط الاولاني قلت لك ان هو بيقف بيقفل على شديد قناوي فين وفين لما يتبادلوا الكره مع بعض ويطلع شديد قناوي شديد قناوي الشوط الثاني كله واحمد فتحي وربيعه من ناحيه اليمين على طول رايحين وبيعملوا كروسات باص وبيشوطوا على الجون والكلام ده كله فاذا النهارده المقاولين العرب خسر نفسه النادي الاهلي بدنيا عالي وبالتالي استحوذ على الشوط الثاني كله وكان من نصيبه الهدف ده بعد الهدفين اللي ضاعوا كمان الكره اللي في العارضه والكره بتاعه انفراد احمد رؤوف واللي اتحطها جنب القائم الايمن لحارس المرمى صحيح.